الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب تلقين المحتضر لا اله الا الله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يقال للمحتضر، والمحتضر هو من حضرته الوفاة، هو من حضرته الوفاة أي قرب موته، فإنه يقال له ويذكر بلا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه في هذه الدنيا هو كلمة التوحيد. وقال: باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. وتلقين المحتضر هل يؤمر أمرا يقال له قل لا إله إلا الله، أو يقال وهو يسمع لا إله إلا الله تذكيرا له ثم يقول؟ بعض العلم يقول يعني يقال لا إله إلا الله بجانبه وهو يسمع ثم هو يتذكر ويقول. وقالوا لأنه إذا أمر وهو في حالة هذا الأمر وهو في هذه الحالة الشديدة فإنه قد لا يستجيب، ولكن ظاهر الأدلة أنه يقال حتى بالأمر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي قل لا إله إلا الله، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك عند الله، فقال له قل، ولكن أجابوا عن هذا قالوا هذه تقال للكافر ولا تقال للمسلم، ولكن بلا شك أن ظاهر الأدلة عدم التفريق. فإذا رأينا محتضرا جاءته السكرات فإننا إما أن نذكره بلا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله، أو نقول له أمرا، لأن هذا أمر إرشاد قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله. إذا كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. فهذان الحديثان ذكرهما المصنف في هذا الباب لدلالتهما عليه بأنه يقال للمحتضر لا إله إلا الله حتى تكون هي آخر كلامه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، المراد بالموتى هنا المحتضرين وليس من مات وفارق الدنيا، لأنه ليس هناك فائدة أن يقال للميت بعد أن مات وفارق الدنيا قل لا إله إلا الله، هو لا يسمع، فارق هذه الدنيا إلى الحياة إلى حياة البرزخ، فلا ينفع أن تقول له قل لا إله إلا الله، ما تنفعه. وذلك المراد بقول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم أي الذين جاءتهم السكرات، لأنهم صائرون إلى الموت ولا بد في مثل هذه الحالة، فكان التعبير بما يصيرون إليه قريبا، فقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهنا مسائل متعلقة بهذا، وهي أن من كان على الشرك والكفر في هذه الحياة الدنيا ولكنه ينتسب إلى الإسلام ثم كان قبل أن يموت قال لا إله إلا الله إما بالتلقين أو بالتذكير أو قبل أن يقتل، فهل هذه شهادة له بالإسلام وأنه يدخل في هذه الفضيلة؟ سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله عن أحد الرؤساء الذين كفرهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهم من يؤمن بعقيدة البعثيين، وهو قد قال لا إله إلا الله، قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله قال لا يترحم عليه، لأن هذا أقل الأحوال أن يتوقف في أمره، لأنه كان في حياته يقول لا إله إلا الله لكنه لم يتبرأ من الكفر الذي كان عليه.
فلو قال لا إله إلا الله وتبرأ من الكفر الذي هو عليه فإن هذا شهادة له بالإسلام إن شاء الله، لكنه لم يتبرأ فلذلك لا يترحم عليه ولا يشهد له بالإسلام. ولذلك سئل شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان عن القبوريين. القبوريين عباد القبور ينتسبون للإسلام، لو أن أحدهم قال لا إله إلا الله قبل أن يموت هل تعتبر هذه توبة منه أم لا؟ قال لا تعتبر توبة حتى يتبرأ من كفره. وهذا لا شك أنه فقه عميق من هؤلاء العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الأمرين. فهذا يقول لا إله إلا الله لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك من كان يعني من اليهود أو النصارى ثم أسلم فإنه يعني يلزم بالتبرؤ من العقيدة التي كانوا عليها، من يتبرأ من قولهم أن عيسى ابن الله أو عزير ابن الله، إنه لا بد من الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله. فلذلك هذه مسألة عظيمة وليست مسألة سهلة، لأن كثير من الناس اليوم يعني يخلط في هذه المسائل، وهذه مسائل من مسائل العقيدة ودقائق العقيدة، فلا بد أن يعرفها المرء. فليس كل من قال لا إله إلا الله هو من أهلها، فلا بد إذا قال لا إله إلا الله أن يلتزم بها، وأعظم التزام بلا إله إلا الله أن يعبد الله وحده لا شريك له. أما إذا قال لا إله إلا الله ثم عبد غير الله ما نفعته لا إله إلا الله، وما أكثرهم اليوم. الآن أمثال هؤلاء يملؤون البلاد الإسلامية، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بغير الله، والله ما تنفعه لا إله إلا الله ولو كررها ألف مرة في اليوم والليلة. إن لا إله إلا الله علم وعمل، أما أنه يقولها بلسانه ولا يطبق بجوارحه فإن هذا لا ينفعه أبدا. والمسألة المتعلقة بهذا الباب، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقبل التوبة ما لم يغرقر، وقال الله سبحانه وتعالى وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، قد جاء في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكيف نجمع بين هذه الأدلة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل التوبة عند الغرقرة، والله سبحانه وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تنفع التوبة في هذه الحال. وبين قول النبي لأبي طالب لما حضرته الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. الجمع بين هذا وهذا أن المراد بحضور الوفاة التي لا تقبل عندها التوبة هي حالة الغرغرة كما جاء في الحديث. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة المراد قرب وفاته ولم يصل إلى حالة الغرغرة، وهذا هو الجمع بين الأدلة. فهذه المسألة قد يخلط عليه تختلط على بعض الناس وقد اختلط على بعضهم، لذلك جرى التنبيه عليها. ومما يتعلق بهذا الباب ونختم به، في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كان من رواة هذا الحديث أبو زرعة الرازي رحمه الله ورضي عنه، فلما حضرته الوفاة وكان حوله من المحدثين والعلماء وأرادوا تذكيره بلا إله إلا الله فكأنهم استعظموا أن يأمروه فتذاكروا هذا الحديث بين يديه، فأخذ الأول يذكر الحديث ثم يتوقف عند الإسناد، والثاني كذلك والثالث كذلك، ثم أبو زرعة قبل أن يموت حدث بالحديث فذكر الحديث قال حدثنا أبو ندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد، ثم ساق السند قال عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات بعدها. فهذه
يعني الخاتمة الحسنة لهذا الإمام العظيم المبارك لم تأتي فراغا، لأن الخواتيم هي نتيجة السوابق، فلذلك من أحسن عمله أحسن الله خاتمته، ومن أحسن سريرته بالذات أحسن الله له الخواتيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يقبضنا على التوحيد والسنة، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.